بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه. ومضة جديدة عن عبادة عظيمة ينبغي علينا جميعا أن نتحرى الدقة فيها وأن نؤديها مطمئنين خاشعين مخلصين متبعين لسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهي الصلاة. الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله يوم القيامة، فلا بد له من أن يؤديها الأداء الصحيح. وأذكر نفسي وأحبتي جميعا من إخواني الأفاضل ومن أخواتي الفضليات بأننا يجب علينا أن نتعلم كيف نصلي، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اهتم بالصلاة اهتماما عظيما وعلمها الصحابة. وتعلمون حديث الصحابي الذي أساء في صلاته وقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من مرة ارجع صلي فإنك لم تصلي، ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، والحديث لا يخفى على الجميع. وبناء على ذلك لا بد لنا من أن نعي أهمية الصلاة. الحمد لله رب العالمين أننا عدنا إلى الصلاة في المساجد، وندعو الله عز وجل أن تعود الصلاة في جميع المساجد وأن تعود صلاة الجمعة بإذن الله عز وجل في القريب العاجل، وندعو الله أن يرفع عنا هذا الوباء وعن شعوب العالم أجمعين وعن بلادنا خاصة وعن جميع بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي الأفاضل وأخواتي الفضليات، للمؤمن حالات كثيرة في الصلاة لا بد له من أن يعي ما المطلوب منه كي يؤديه وما الذي ينبغي عليه أن يبتعد عنه. نقطة مهمة جدا وهي حال المأموم مع الإمام. للمأموم مع إمامه أربع حالات. الحالة الأولى أن يتابعه، الحالة الثانية أن يسابقه، الحالة الثالثة أن يتخلف عنه، الحالة الرابعة أن يتقدمه. وما يتقدمه هي يسابقه، إذن أن يساويه يعني يكون معه. إذن المتابعة، المسابقة، التخلف، المساواة. ما الذي أنا مطالب به من هذه الحالات الأربعة؟ أنا مطالب بماذا؟ مطالب بالمتابعة. فأرى كثيرا ممن يصلون، طبعا هذا يرى قدرا يعني ولا يرى تعمدا، عندما تنظر فتجد وأنت تنظر في محل السجود وأنت في الصلاة جماعة مع المسلمين قد يعني تشاهد من عن يمينك ومن عن يسارك في حدود الرؤية كما لا يخفى على الجميع. لا يتعمد الإنسان أن ينظر هكذا أو ينظر هكذا، لا، هو وهو ينظر في محل سجوده وهو المطلوب أثناء الصلاة قد يرى فلان قد تقدم أو قد تأخر أو ما شابه ذلك، بل نرى البعض قد تأخر حتى نقرأ التشهد إلى منتصفه في الركعة الأخيرة أو في الركعة الثانية من صلاة الإيش الثلاثية أو الرباعية أو حتى الثنائية وهي الفجر كما لا يخفى على الجميع فيتأخر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، فإذا ركع فاركعوا، فإذا سجد فاسجدوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والخلاصة إنما جعل الإمام ليؤتم به، ليؤتم به، لا يسابق ولا يتأخر عنه ولا يساوى، بل يتابع. الله أكبر، عندما تسمع حرف الراء الحرف الأخير تكبر مباشرة وتبدأ في الركن الذي عليه الإمام أو الذي فيه الإمام الآن. لماذا؟ لأنك مطالب أن تتابعه، لست مطالبا بأن تتقدمه أي تسابقه، ولست مطالبا بأن تتأخر عنه. وهنا يأتي الشيطان ويلبس على البعض وهو ساجد ويجعله يدعو ويزيد في الدعاء وفي التسبيح، افعل افعل، ونحن قد قمنا وقرأنا التشهد حتى وصلنا إلى التشهد الأوسط أو اقتربنا من نهايته والانتقال إلى الصلاة الإبراهيمية،
والأخ ما زال ساجدا. يا أخي ادعو وأنت ساجد في موضع آخر. أنت تحب أن تعمل بعمل حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء أو أكثر من الدعاء في السجود، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، والأمر عظيم والأمر مهم والأمر مفيد، ولكن افعل ذلك في النافلة، افعل ذلك بمفردك، وأطل ما شئت في السجود. وعليك أن تجعل الصلاة متساوية، لا تطيل في سجدة وتنقص في أخرى، بل عليك أن تجعلها كلها في مستوى واحد. قراءتك، سجودك، ركوعك، هذا مهم جدا كما يقول أهل العلم. ومن يخفف من الأئمة عليه أن يخفف في تمام، فعليه أن يجعل المأموم يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة ويسبح التسبيحات، لأن بعض الأئمة يتعجلون، يقولون خففوا على الناس. نعم خفف، ولكن في تمام، لا تخفف تخفيفا يخل بالصلاة وقد يبطل الصلاة عياذا بالله، وقد تأثم أنت كإمام لأنك لم تعطي المأموم فرصة لكي يقرأ الفاتحة بهدوء واطمئنان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: فاسجد حتى تطمئن ساجدا، واركع حتى تطمئن راكعا. فقف كثيرا عند كلمة تطمئن، هذه لابد من الاطمئنان في الصلاة، لابد منه أيها الأحبة، أيها الأفاضل وأيتها الفضليات. إذن لابد للمأموم من أن يتابع إمامه، ولا يسابق ولا يساوي ولا يتأخر مهما كان الأمر، إلا إن ألم به شيء أو أصابه شيء عياذا بالله فتأخر لذلك. أما أن يتأخر لمجرد أنه يود أن يطيل من التسبيح أو أن يدعو وهو ساجد أو إلى آخره، فهذا تلبيس من الشيطان. أطل ما شئت عندما تكون منفردا، ولكن مع الإمام التزم به وتابعه. إذن خلاصة هذا المقطع الذي أنصح نفسي به، أو تلك الومضة التي أنصح نفسي بها وأنصح بها كل من يشاهدها، وأدعو الله أن يعيننا على ذلك، أن للمأموم مع الإمام أربع حالات: الحالة الأولى أن يتابعه، والحالة الثانية أن يسابقه، والحالة الثالثة أن يتأخر عنه، والحالة الأخيرة أن يساويه. فهو مطالب بالأولى، وليس مطالبا لا بالثانية ولا بالثالثة ولا بالرابعة. إذا مطالب بالمتابعة، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فلا بد لنا من أن نحافظ على ذلك، وأن نلتزمه في صلاتنا خلف الإمام في الجماعة مع المسلمين، أينما كانت، في المسجد أو في البيت أو في العمل أو إلى آخره. أدعو الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.